أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون أكرمك الله أحسنك الله أنعمك الله ألطفك الله أرحمك الله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى لا إله إلا الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
صلاه